بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنبدأ ان شاء الله نتعرف على ازاي نعمل قميص القالب ونعمل الرسمة الاساسية للموديل، وبعديها ان شاء الله بنطلع البطرون اللي هو اجزاء القطع اللي هتتفصل عشان نعمل منها الحذاء. ان شاء الله بنحاول نبسط الصورة بشكل يقدر يستوعبه كل واحد فينا، وان شاء الله يكون النتيجة خير. دي بعض الادوات اللي احنا بنستعملها، زي ما انتم شايفين مقص، سكينة، تيب، استيكة، رولر صغير لو فيه، طبعا قميص قالب لو معمول عندنا، لو لسه ما تعملش بنعمله. بناخد كمان في دبابيس كده زي دي بناخدها معانا، دبابيس صغيرة عشان هنحتاجها طبعا القالب والدبابيس. مسطرة حديد، طبعا بنحتاج مسطرة حديد، بنحتاج ورق زبدة او ورق كلك، ده بيتباع في المكتبات وامره سهل موجود، في منه افرخ وفي منه مقطع كده. وبنحتاج ورق كرافت عشان بنظبط بيه البروفة بتاعتنا قبل ما نخلص الموديل. الورق الكرافت ده ممكن نجيبه افرخ، ممكن نجيبه ازرق، اللي هو اللون البني ده اللي احنا بنستعمله دايما في الطرود ساعات وكده، لان الورق بيستحمل ونقدر نجربه بديل للجلد بدل قبل ما نفصل او قبل ما نعمل اي حاجة. احنا بنحط الورق الكرافت ده بنظبط بيه قميص القالب. كل ده هنشوفه ان شاء الله واحدة واحدة، وان شاء الله يكون وقت طيب معانا وتستفيدوا، ونحقق باذن الله المرجو، وهو الهدف اللي احنا عايزينه ان احنا نتعلم ازاي نعمل الاستنباط وازاي نفكر ونصمم، عشان بدون تصميم وبدون ضبط موديلات مش هنقدر نعمل منتجات جيده. والموضوع ما هوش صعب، الموضوع كله عايز نمشي خطوات بالتدريب بالترتيب واحده واحده، ونتمرن كتير ان شاء الله بنوصل للي احنا عايزينه. اتمنى لكم وقت طيب، وان شاء الله يكون كورس مفيد، وما تنسوش طبعا انكم تشتركوا في القناه، وفي نفس الوقت تعملوا لايك. اشكركم.